الدكتور القطري ناصر العطية ومساعده الفرنسي ماتيو بومي قائمة الترتيب العام وقطع مسافة سباق في ساعة واحدة وأحدى وأربعين ثانية متفوقا بدقيقة واحدة وتسعة وخمسين ثانية عن الإسباني كارلوس سانز الذي احتل المركز الثاني، بينما حل ثالثا المتسابق جاكوب ومساعده توم كولسول. مرحلة اليوم تتميز للأخرى بصعوبة المنافسة بين أبرز المشاركين، والهدف تحقيق توقيت جيد في منافسة سباق السيارات وسباق الدراجة النارية. في التنس نتوقف مع بطولة سيدني الدولية، حيث صعدت التشيكية بيترا كفيتوفا للدور الثاني بفوزها على البيلاروسية ألينا سابالينكا بمجموعتين دون رد. حاملة لقب سنة 2015 والمتوجة في بطولة ويمبلدون البلدتين، اكتسحت المجموعة الأولى ب6-1 ثم أنهت الثانية ب7-5 لتواجه بثمن النهائي التايوانية هيسي سو وي. وفي مباراة أخرى تغلبت الأسترالية أشلي باتي على